درسنا اليوم قلنا انه حنتكلم بموضوع الطاولات، انه يوجد انواع مخصصة من الايبوكسي مصممة لهذا الاستخدام. هذه الانواع تسمى كاستينج ايبوكسي. الكاستينج ايبوكسي، كلمة كاستينج اللي هي هذه الكلمة، هي عبارة عن كاستينج، هي صب شيء مصبوب ضمن قالب معين، فنحن نسميه كاستينج. فهلأ بالنسبة لأنواع الكاستينج، أو خلينا نسميها الرزن المستخدمة في الكاستينج، في عندنا شيء اسمه بوليستر كاستينج، عندنا شيء إيبوكسي كاستينج، في عندنا بوليوريتان كاستينج. إذن هي عبارة عن مجموعة كبيرة من المنتجات. أما رزن الإيبوكسي اللي هو الكاستينج رزن إيبوكسي، هو عبارة عن نوع من أنواع الإيبوكسي يمتاز بأنه تفاعله بطيء. هي أول نقطة. ثانيا، هذا التفاعل البطيء يعطي للإيبوكسي صلابة لا يمكن لأي نوع آخر من الرزن، سواء كان بوليستر أو بوليوريتان، أن يضاهيها بالقوة. وثلاثة، هذا النوع من الرزن يعتبر من أنواع الرزن الأكثر صفاء عند الصب بسماكة عالية، يعني هو الوحيد اللي أنت ممكن تأخذ فيه شيء يشبه العدسة المكبرة. يعني ممكن أنت مثلا تصبه، خلينا نفرض ضمن مكعب 50 سنتي ب50 سنتي، فبيعطيك عدسة مكبرة لا يحتوي أي فقاعة نهائيا ضمن هذا المكعب لهذه الدرجة. فلذلك هذا النوع من أنواع الإيبوكسي بيكون سعره مرتفع مقارنة بأنواع الإيبوكسي الاعتيادية اللي هي نحن بنستخدمها بموضوع الـ3D. الشيء الثاني، أصلب منها من ناحية مقاومة الخدش، أصلب منها من ناحية مقاومة الكسر. الشيء الثالث، أنه الكاستينج إيبوكسي هو عبارة عن مادة غير قابلة للإصفرار، مادة لا تصفر، بينما رزن الإيبوكسي الاعتيادية اللي احنا بنستخدمها في الأرضيات هي عبارة عن مادة قابلة للإصفرار. في ناس ممكن تقول لك أنا أخي ممكن أخذ الكاستينج إيبوكسي حطه في الأرضيات. هذا الكلام لا يصلح. ليش؟ لأنه أولا في عندنا أكثر من مشكلة. أولا، بطء الجفاف الخاص بالكاستينج سيؤدي إلى أنه هذا الكاستينج يلم كل الغبار الموجود في الغرفة. الشيء الثاني، رح يؤدي إلى نشوء طبقة ضعيفة، يعني اعتبر نفسك زي كأنك أنت عندك لوح من الزجاج. هذا اللوح من الزجاج إذا صبيته أنت، أو إذا اشتريت لوح زجاج بسماكة 10 ملي، بيكون قوي، بس هل بتقدر توقف عليه؟ ما بتقدر. ولكن لما تجيب أنت قطعة زجاج سماكتها 2 سنتي وتكون من الأزاز غير قابل للكسر، سكريت، أنت ممكن تعمل فيها جسر. فكل ما رققت سماكة الطبقة أنت تقريبا عم تعمل مثل الزجاج تماما. الكاستينج إذا صبيناه باثنين سنتي عم ناخذ طبقة صلبة قوية، ممكن توقف عليها، تكسر عليها، تستخدمها بطاولة، تستخدمها بأنك تعمل تحفة فنية، تمثال. إذا حطيته بالطبقة 1 ملي أو 2 ملي، فأنت عم تاخذ طبقة رقيقة صلبة قابلة للكسر. طاولة، هذه الطاولة حطيت أنا فيها خشب، هلأ أنا بدي صب ضمن الفراغ اللي بالمنتصف، هذا الفراغ، فراغ هاي المنطقة. هلأ هذه المنطقة بسبب وجود الخشب لازم أنا أتأكد من نقطتين في غاية الأهمية. أول شيء، الخشب هذا هو عبارة عن مادة طبيعية، وهذه المادة تختلف من نوع خشب إلى نوع. يعني مثلا ممكن أنت تستخدم خشب زيتون، ممكن تستخدم خشب جوز، ممكن ماجانو، في أنواع عديدة من الأشجار. هذه الأشجار بطبيعة الخشب، بالطبيعة تبعه،
يحتوي على مسام، لأنه هذا الخشب يتنفس بالطبيعة وينقل. يعني أنت هلا النبتة بتنقل السوائل من باطن الأرض من خلال جذع الشجر إلى الأوراق إلى، فهذا الخشب من الداخل مليء بالمسامات، وبالتالي مليء بالهواء، عبارة عن جسم مليء بالهواء. فأنا لما بدي أحطه ضمن سائل معين، يعني لما تمسك أنت قطعة خشب وتغمرها بالماء بتلاقي طلع فقاقيع من هذه الخشبة. ليش؟ لأنه في هواء محجوز جواتها، لما أنا حطيتها غمرتها بالماء فهذه هذا الهواء بده يطلع من خلال الماء على شكل فقاقيع يطلع إلى الخارج. نفس الشيء بالنسبة للإيفوكسي، لو أنا استخدمت هذا الخشب على وضعه الطبيعي فمن الطبيعي أنه هذا الهواء المحجوز جوا بده يطلع، بس كيف بده يطلع؟ بده يطلع على شكل فقاعة بالإيبوكسي، ولكن الإيبوكسي مانو مي، وبالتالي هو مادة ثقيلة، وممكن أنت إذا تفاعل وبدأ يشد بدأ يتقل هذه الفقاعة ما تقدر توصل إلى السطح، وبالتالي رح تضلها محجوزة وتعمل لي فقاعة ضمن الطبقة تبع الإيبوكسي. فبهي الحالة لابد أنه أنت تأسس الخشب بمادة معينة تغلق مسام الخشب. إذا لابد من تنفيذ طبقة على هذا الخشب أسكر فيها أنا مسام الخشب. طيب شو المادة اللي ممكن استخدمها بهذه الحالة؟ في مواد عديدة، أسرعها وأفضلها وأكثرها تناسب مع الكاستين أني أنا أستخدم إيبوكسي يحتوي مزي، نستخدم سيلر إيبوكسي. بهاي الحالة عندنا نحن برينكسان اللي هو منتج اسمه رينفلور سي ال 050، عبارة عن أساس إيبوكسي شفاف، ولكن هذا الأساس يحتوي مزي سائل طري، فممكن أني أنا بخ فيه الخشب بخ، ممكن أني أنا أدهنها بالرول، ممكن أني أنا أدهنها بالفرشة. بهاي الحالة هذا الأساس رح يمتص الخشب، وبالتالي رح يسكر مسام الخشب. وممكن في بعض أنواع الخشب أني اضطر أعمل طبقتين أو ثلاث طبقات من الأساس حتى سكر مسام الخشب تماما. فإذا حسب نوع الخشب، لما أنا بحط السيلر تبع الإيبوكسي لقيت فيه تشرب سريع، فبهي الحالة لا بعمل أكثر من وجه حتى أضمن أنه هذه الخشبة أغلقت مسامة بالكامل، ما عاد في شيء يطلع منها كهواء. بما أنه هذا عبارة عن سيلر إيبوكسي فهو مادة إيبوكسية يلتصق عليها الكاستينج، لأنه هو من نفس العائلة من عائلته إيبوكسي زيه. فلما بأسس أنا الخشب بتركه لحتى ينشف، وبترك هذا السيلر حتى يتصلب، وبهي الحالة بإمكاني أنا أستخدمه ضمن القارب. النقطة المهمة أنه بعض أنواع الخشب كمان بتكون عبارة عن أخشاب خفيفة بالوزن، كبيرة ولكن خفيفة. الأخشاب الخفيفة عادة ممكن إذا أنت صبيت الإيبوكسي ممكن أنه هي تطفو على سطح الإيبوكسي، فبهذه الحالة لابد من تثبيت هذا الخشب بأرضية القالب. كيف ممكن انه احنا نلزقه؟ بهاي الحالة قبل ما احط انا القطع الخشبية ممكن انه انا صب ايبوكسي الخاص مثلا بالارضيات نوع شفاف، اعمله بسماكة مثلا 1 ملي، صب 1 ملي في قاع القالب وبحط الخشب عليه. فبهاي الحالة هذا الخشب عندما يتصلب هذا الايبوكسي الشفاف اللي حطيته انا رح يلزق بقاع بأرضية الآلة، والسماكة 1 ملي ما لأي تأثير، مسك الخشب ما عاد يتحرك من مكانه. لما بجي أنا بدي صب في هاي الحالة ثبتت أنا هذا الخشب وسكرت الفراغات اللي ممكن أنه يهرب منها الإيبوكسي، سواء من هالجوانب من أي مكان، هذه الفراغ هون بسكره كله بالسيليكون الحراري. بهالحالة أنا عندي الأرضية صارت إيبوكسي وملتصق عليها الخشب، لما بدي أنا صب
مثل ما قلنا بجيب انا الدلو تبع الايبوكسي بهذا الشكل، بخليه هون ينزل، فبخلي السائل يمشي هيك لحاله، انا عبسكب بهدوء مره واحده، بس ما بدلقه دلقه كامله، بدلقه بهدوء وبخليه يمشي حتى يرتفع يغمر الخشب تماما، حتى اذا في اي فراغ ضمن الشكل الخشب العشوائي. انا ممكن يكون الخشب عندي بهذا الشكل عشوائي، هلا انا بدي انه الايبوكسي يغمره غمر وبالتدريج وبهدوء يخلي الهواء اللي محبوس يطلع 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 حتى اوصل انا اغمر الخشب تماما. بهي الحاله باخذ انا سطح خالي من الفقاقيع، وبتكون عمليه الصب صحيحه 100%، بتركه لحتى يتصلب بشكل كامل وفك القالب بعدين. تمام، لاحظ كيف الشكل هون، هو مستخدم نوع معين من الخشب، هذا الخشب في جمالية معينة. هون لاحظ انه هون هو عمل الآلة بمادة بلاستيكية من الداخل، لفة، لاحظ هون كيف هو نهى عملية دوران بشكل سليم. تمام، طبعا هون في نقطة مهمة، انه هذه القطعة الموجودة هون محطوطة ضمن قالب اخر من الخشب، يعني هون في عندي انا خشب كمان بسماكة هذا القالب، يعني هون هذا الاطار الابيض الخارجي هو عبارة عن اطار ارتفاعه بارتفاع القالب، فعامل مثل كأنك انت عامل مسبح منخفض الى الاسفل بالخشب، عم نعمل طبقة. هذه الطبقة إذا بتلاحظوا، لاحظوا لي هذا المكان هنا محل ما عم بحط أنا المؤشر، لاحظوا هون إنه هذا الإيبوكسي الأسود المستخدم عبارة عن إيبوكسي شفاف، إذن هذا بهاي الحالة عبارة عن إيبوكسي مستخدم معه مادة شبيهة بالتنتورة اللي هي التنتورة تبع رينكسان، ملونينها بلون أسود وصبيناها بقاعدة الدائرة. الهدف من هون عملية الصب اني انا اخذ سماكة قليلة جدا، يعني انا بدي 1 ملي فقط لا غير، عشان اخذ اللون الاسود. هلأ بتركها لحتى تتصلب، تصلب بالكامل وتصير قطعة صلبة. بجيب هلأ قطع الخشب اللي انا بدي استخدمها، هلأ هو هون عم يدهنها من الاسفل برزن ايبوكسي، ممكن يكون نفس رزن الايبوكسي المستخدم في الارضيات، هون عم بستخدمه انا كلاصق. لاحظوا انه الطبقه السوداء هون نشفت تصلبت خلص، بس انا هون عم بحط عليها رزن مشان لزق قطع الخشب ما تتحرك معي نهائيا وقت الصب. اذا انا هون ثبتت القطع باستخدام رزن ايبوكسي شفاف نفس المستخدم في الارضيات، ما في داعي استخدم هون كاستنج نهائي. ولاحظ هون انه هو ترك مثل فراغ، شايف؟ هو بده انه الايبوكسي ينزل من على جانب الخشب مشان يغطيه، يعمل طبقه ايبوكسي شفافه. هلا هون بيترك الخشب حتى يتصلب بشكل كامل ويلتصق تماما، يعني هذه العملية اللي هلأ بده يسويها بعد ثاني يوم مو بنفس اليوم، يبدأ هو يسكب الإيبوكسي بشكل طبقة رقيقة. لاحظ انه هو عم يغلف طبقة رقيقة هون، يعني هون عمليا ممكن انت تعمل هذا الكلام بدون استخدام الكاستينج، يعني انت هون عم بتصب الطاولة على شكل مراحل. لاحظ عم يبني هو الطبقة بالتدريج، يعني كل مرحلة من هدول المراحل عبارة عن يوم كامل، وبيستخدمها مثل كأنك انت عم تصب أرضية، عم يعمل سماكة معينة وبيبني فيها الطبقة بالتدريج. طبعا هون هو بيضمن انه ما يكون في اي فقاقيع ضمن الطبقه،
لانه هون انت لما عم تبني سماكه بسيطه ولكن طبقه فوق طبقه فوق طبقه، بالنتيجه حتصير كتله واحده، قطعه واحده ولكن خاليه من الفقاقيع نهائيا. باليوم الثاني بستخدم انا كميه ايبوكسي كبيره، بهالحاله رح اغمر كامل السطح وروح انا الفقاقيع اللي موجوده، بهالحاله بكون انا غمرت الخشب تماما بالايبوكسي. صارت الطاوله جاهزه اني انا اتركها هلا تتصلب براحتها، اتركه تتصلب بالفتره الكافيه بفكه. لاحظ راح انت هون الفراغ تبع الايبوكسي الارضيه، لاحظوا انه نحن عندنا هون السماكه كانت عباره عن 1 ملي فقط اسود، لما اجى الايبوكسي بسماكه عاليه بين معي وكانه هاي المنطقه كلها اسود، كاني انا سابب كامل الايبوكسي هون اسود، بينما انا شو صابب 1 ملي فقط من الاسفل. صارت هاي عباره عن تحفه ممكن انه هي تنباع باسعار غاليه بغض النظر عن تكلفتها كايبوكسي. خلصنا الجزء اللي هو تبع الكاستنج. الدرس الجاي كمان عندي شيء يتعلق بالطاولات، رح نكمل بهذا الموضوع ورح نشرح بتفاصيل اكثر متعلقه بتطبيقات الطاولات. انا اليوم انتهى.